كلنا مستنيين علشان نشجع صحابنا ونعملهم سبورت علشان يكسبوا معانا ويحتلوا المراكز الاولى. احنا زي ما قلنا ان احنا معانا 10 متسوقين، ال10 دول كل واحد منهم محتاج يحدد الليفل بتاعه ويحدد المركز بتاعه، مش انا ومش هو، لا انتوا اللي هتحددوا. هنحدد ازاي؟ احنا قلنا طريقة قبل كده وهعيدها تاني، هنحدد على اساس عدد الفيوهات اللي احنا هنعملها لصاحبنا، وكمان هنحدد عن طريق ان احنا هنحقق عدد دقائق معينة، كل الحاجات دي ليها بوينتس، وكمان هنحدد عن طريق عدد السبسكرايبز اللي هتيجي لصاحبنا ده. وعلشان تسهل الموضوع على صاحبك وعليا، انت لما تعمل سبسكرايب وبتدعم صاحبك بتبعت سكرين شوت لصاحبك بالسبسكرايب اللي انت عملته، صاحبك هيبعت لي السكرين شوت وهياخد البوينتس بتاعته كامله. ده غير ان هيبان عندي في القناه زي ما انا قلت لكم، انا بيبان عندي في الشانل كل واحد او كل فيديو حقق قد ايه فيوهات، حقق قد ايه دقايق، حقق قد ايه سبسكرايبز، وده هيفيد صاحبك وانت كده بتدعمه، وكلنا ندعم صحابنا علشان يحتلوا مراكز. وهنمسك البوينتس دي، هنحسب لكل واحد جاب قد ايه بوينتس، وهنبدا نعمل ارينجمنت للبوينتس دي ديسندنج، وهنلاقي الفيرست وينر معانا هيبقى صاحب اعلى بوينتس، وبعد كده السكند والثيرد وهكذا. تمام؟ يبقى زي ما قلنا مين اللي هيحدد المراكز؟ انا؟ نو. صاحبك؟ نو. مين؟ انتوا اللي هتحددوا. هتشوف الفيديو وهتعمل لايك او تعمل كومنت او حتى لو ما عملتش، يعني الفيو هيبان، هتحدد دقايق، هتعمل سبسكرايب، يبقى انت كده دعمت صاحبك. دلوقتي جه الوقت، يلا كلنا بقى ندعم صاحبنا. متسابق في لوباتير مرقص، برافو في لوباتير، انت ولد جميل وشطور ومجتهد، وانا هستناك معايا المسابقه اللي جايه، ان شاء الله هتكسب معايا المسابقه اللي جايه كمان. Thank you for watching the video. Thank you for supporting your friend. ما تنساش ادعم صاحبك.